السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الاول الاعدادي. ان شاء الله مع نص جديد من نصوص المنهج وهو نص الحب عطاء للشاعر صالح هواري. هنتكلم فيه يا اولاد عن قيمه الحب واهميه الحب في حياتنا يا اولاد. هنتكلم فيه عن قيمه العطاء واهميه وصوره العطاء في حياتنا يا اولاد. تعالوا نشوف الفيديو وان شاء الله نفهم ونستفيد. ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله ومع درس جديد من دروس المنهج وهو نص شعري يسمى الحب عطاء، وهو حفظ يا أولاد للشاعر صالح هواري. للشاعر صالح هواري شعر. تعالوا مع بعض كده يا أولاد نتعرف عن نبذة عن الشاعر. الاسم صالح هواري، الجنسية فلسطيني، محل الميلاد بلدة سمخ على شاطئ بحيرة طبرية. تاريخ الميلاد ولد يا أولاد سنة 1938. المؤهلات الدراسية حصل على الإجازة في الحقوق واللغة العربية وفاز بالعديد من الجوائز الأدبية. أيضا يا أولاد الوظيفة هي تدريس اللغة العربية. أهم أعماله المطر يبدأ العزف وعصافير بلادي وهنادي تغني. تعالوا مع بعض كده يا اولاد نقرأ مضمون النص. يتناول النص دعوة من الشاعر الى نبذ الحقد والكراهية وضرورة التمسك بالحب والتعاون والعطاء ومساعدة الضعفاء حتى نعمر الكون وندفع الظلم وننشر الخير فتصبح الدنيا احلى بالاخاء. تعالوا يا اولاد نقرأ النص مع بعض. ما أجمل أن نحيا سعداء، لا حقد يسود ولا بغضاء، أزهار الحب تظللنا في دنيا تغمرها الأنداء، نتقاسم خبز محبتنا ونشد على أيدي الضعفاء، للطير نعمر أعشاشا ونرد عن الكون الظلماء، نزرع وردا نشعل شمعا، نعطي نعطي فالحب عطاء، كن لي سندا كن لي عونا، لا تحلو الدنيا دون إخاء. تعالوا مع بعض كده يا أولاد نتناول النص بالتحليل. أول بيتين يا أولاد. ما أجمل أن نحيا سعداء، لا حقد يسود ولا بغضاء، أزهار الحب تظللنا في دنيا تغمرها الأنداء. تعالوا نشوف المفردات. نحيا يا أولاد يعني نعيش، سعداء مسرورين وعكسها أشقياء، حقد يا أولاد يعني كراهية، يسود يعني يعم وينتشر عكسها ينحسر، بغضاء يا أولاد يعني كراهية وعكسها محبة. الحب يا أولاد عكسها الكراهية، وجمع الحب أحباب وحبابة وحباب. تظللنا يا أولاد يعني تحيط بنا وتحمينا. دنيا يا أولاد عكسها آخرة، والجمع دنا ودنيايات، تغمرها تغطيها عكسها تكشفها. الأنداء يا أولاد مفردها الندى وهو الجود والكرم. تعالوا نشوف الشرح يا أولاد. يدعو الشاعر الناس إلى المحبة والإخاء فيقول: إن أجمل ما في الحياة أن نعيش سعداء، قلوبنا خالية من الحقد والكراهية. يبقى بيدعونا أن نعيش يا أولاد بلا حقد وكراهية حتى تكون الحياة سعيدة. طيب البيت الثاني. يظللنا الحب في دنيا مملوءة بالخير والمحبة والعطاء، يظللنا يا أولاد الحب ويحيط بنا ويحمينا حتى تصبح الحياة سعيدة. يبقى كيف نحقق السعادة في الحياة؟ ده السؤال اللي ممكن يجي لي على البيتين دول. طيب يبقى كيف نحقق السعادة؟ نحقق السعادة يا أولاد بأننا إحنا نعيش بلا حقد، قلوبنا خالية من الحقد والكراهية، يجمعنا الحب بظل في دنيا مليئة بالخير والمحبة والعطاء. طيب تعالوا كده مع بعض يا أولاد نشوف مواطن الجمال اللي في البيتين. ما أجمل أن نحيا سعداء، سمع حد ممتاز بيقول ده اسلوب تعجب يوحي بأهمية الحياة السعيدة. لا حقد يسود ولا بغضاء، تصوير للحقد والبغضاء بسيد يسود، وتكرار النفي يا أولاد للتأكيد على نبذ الكراهية والعداوة. أي تكرار يا أولاد للتأكيد. تنكير حقد وبغضاء لعموم كل صور الحقد والكراهية، فتنكرهم هنا للعموم والشمول، لعموم كل صور الحقد والكراهية، وبينهما ترادف يا أولاد يؤكد المعنى. سعداء وبغضاء إيقاع موسيقي تطرب له الأذان. أزهار الحب تظللنا، تعبير جميل يصور الحب بالزهور،
وتصوير للحب أيضا يا أولاد بشجرة لها أزهار تظللنا. في دنيا تغمرها الأنداء صور العطاء بما يملأ الكون. الأنداء يا أولاد جمع يفيد الكثرة. تعالوا مع بعض يا أولاد نتناول بيتين آخرين أبيات. نتقاسم خبز محبتنا ونشد على أيدي الضعفاء، للطير نعمر أعشاشا ونرد عن الكون الظلماء، نزرع وردا نشعل شمعا، نعطي نعطي فالحب عطاء، كن لي سندا كن لي عونا، لا تحلو الدنيا دون إخاء. تعالوا نشوف المفردات. نتقاسم يعني نتشارك. خبز يا أولاد كل ما يعيننا كالطعام وغيره، كل شيء بيعيننا في الحياة. المراد هنا بكلمة خبز كل ما يعيننا في الإيه؟ في الحياة. نشد يا أولاد يعني نعين ونقوي. الضعفاء عكسها الأقوياء ومفردها الضعيف. نعمر يا أولاد يعني نبني. أعشاشا يا أولاد اللي هي المساكن والطيور. نرد يا أولاد يعني ندفع ونبعد. الكون يا أولاد اللي هو الوجود. الظلماء المراد منها يا أولاد الظلم وعكسها النور. نشعل يا أولاد يعني نوقد ونضيء. شمعا مادة دهنية بها فتيل. عطاء يا أولاد يعني منحة واهبة وعكسها بخل ومنع، والجمع أعطية وأعطيات. سندا يا أولاد يعني عونا. تحلو يا أولاد يعني تحسن وتطيب وعكسها تقبح. إخاء يا أولاد المراد منها مودة ومحبة وعكسها عداوة وكراهية. تعالوا نشوف يا أولاد الشرح. يؤكد الشعر أن العطاء هو دليل الحب. العطاء يا أولاد هو دليل الحب. أنت عندما تحب إنسان يا أولاد فلابد أن تعطيه. مش شرط يبقى العطاء مادي يا أولاد، ممكن تعطيه من وقتك، ممكن تعطيه من تفكيرك، ممكن تعطيه وبرضو أيضا يا أولاد لو هبة أو هدية مادية قدر المستطاع، لأن العطاء يا أولاد هو دليل الحب. فيقول إننا نتقاسم كل شيء في حب ومودة ونعين الضعفاء على صعوبات الحياة. ده شرح البيت الأول. إننا نتقاسم كل شيء في الحياة في محبة ومودة ونعين الضعفاء على صعوبات الحياة. نبني مساكن للطيور ونرفع الظلم عن الجميع. إيه معنى البيت ده؟ إن الخير يا أولاد ما يكونش بس يا أولاد للإنسان، بل يمتد الخير يا أولاد إلى حتى يا أولاد الحيوان والنبات. يبقى نبني مساكن للطيور ونرفع الظلم عن الجميع. نزرع الخير ونضيء النور ونعطي غيرنا بلا حدود، فالعطاء علامة الحب. يعني يا أولاد المفروض نكثر من أعمال الخير في الدنيا يا أولاد، ونعطي غيرنا حتى تصبح الحياة سعيدة مملوءة بالحب. فيا أخي، الشعر بيطلب يا أولاد من أخوه، فيا أخي كن لي سندا وصديقا ورفيقا، لأن الدنيا لا تحلو دون إخاء ومحبة. يا أولاد هنا المقصود مش من الأخو أخو النسب أخوة النسب، لا، المقصود أخو يا أولاد في الإنسانية. فيا أخي كن لي سندا وصديقا ورفيقا، لأن الدنيا لا تحلو دون إخاء ومحبة. طيب السؤال اللي ممكن يجي لي هنا، حددت الأبيات موقف الإنسان من كل من الجائع الضعيف المظلوم، وضح ذلك. عايز حد ممتاز يجاوب معايا. اولا يا اولاد من الجائع ان احنا نتقاسم معاه كل شيء في محبه وموده، تمام يا اولاد. طيب الضعيف يا اولاد ان احنا نعين الضعفاء على تحمل اعباء الحياه. المظلوم يا اولاد بان احنا نرفع الظلم عنه وعن الكون يا اولاد جميعا قدر استطاعتنا. طيب تعالوا يا أولاد نشوف مظاهر الجمال. أول حاجة يا أولاد نتقاسم خبز محبتنا. هل يا أولاد المحبة خبز؟ لا، يبقى صور المحبة بخبز يتقاسمه الناس ويأكلونه، وهذا يدل على المحبة. نشد على أيدي الضعفاء، تعبير جميل يدل على الرفق بالضعفاء. للطير نعمر أعشاشا، تعبير جميل يدل على شمول المحبة جميع المخلوقات، مش بس حبك للإنسان، لا، حبك كمان أيضا يا أولاد للحيوان وللطيور وللنبات. يبقى تعبير جميل يدل على شمول المحبة جميع المخلوقات. وأيضا يا أولاد أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور للطير يفيد التخصيص والتوكيد، لأن أصل الجملة
نعمر أعشاشا للطير وأقدم الجار والمجرور وبدأ اسمه أسلوب قصر. أعشاشا يا ولاد نكرة للعموم والشمول، وجمع أعشاش يا ولاد للكثرة. نرد عن الكون الظلماء تعبير يصور الظلماء بعدو يجب رده ودفعه. وأيضا يا ولاد أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور، سمع حد ممتاز بيقول نرد عن الكون الظلماء، لا أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور لأن أصلها نرد الظلماء عن الكون. نزرع وردا نشعل شمعا نعطي نعطي فالحب عطاء، كن لي سندا كن لي عونا لا تحلو الدنيا دون إخاء. تعالوا نشوف مظاهر الجمال هنا. نزرع وردا نشعل شمعا، بين الجملتين يا أولاد إيقاع موسيقي تطرب له الأذن. وردا شمعا نكرتان يا أولاد للتعظيم. نعطي نعطي توكيد لفظي بتكرار الفعل لتوكيد العطاء، يبقى للتأكيد على الإيه؟ على العطاء. نعطي نعطي، احنا قلنا أي تكرار يفيد التوكيد. فالحب عطاء، تصوير يا أولاد للحب بهدية تعطى، والجملة تعليل لما قبلها، يعني بتبين سبب اللي قبلها، ليه نعطي نعطي؟ ليه التأكيد من الشاعر على العطاء؟ فالحب يا أولاد علامة العطاء. كن لي سندا، كن لي عونا، دول يا أولاد أسلوب أمر، أمران يا أولاد للالتماس وتأكيد الحب والعطاء. وأيضا بين الجملتين يا أولاد إيقاع موسيقي تطرب له الأذن. سندا عونا بين الكلمتين ترادف يا أولاد يؤكد المعنى. لا تحلو الدنيا دون إخاء، تصوير للدنيا بطعام لا يحلو إلا بالإخاء. وأيضا علاقتها بما قبلها يا أولاد تعليل لما قبله، هو الشاعر بيطلب من أخوه كن لي سندا كن لي عونا كن لي خير معين في الدنيا. ليه؟ لأن الدنيا لا تحلو دون إخاء ومحبة. طيب نحيا يسود تغمرها، كل الأفعال المضارعة الموجودة يا أولاد في النص تفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. تعالوا مع بعض يا أولاد نشوف أيهما أجمل ولماذا. تظللنا أم تزيننا؟ يعني أزهار الحب تظللنا ولا أزهار الحب تزيننا؟ سمع حد ممتاز بيقول تظللنا. ليه؟ لأنه يفيد يا أولاد إحاطة الحب بنا من كل جانب، لأن أنت المظلة اللي بتظللك كده يا أولاد بتحيط بيك من كل جانب. طيب نتقاسم خبز محبتنا ولا نتبادل خبز محبتنا؟ أيهما أفضل؟ سمع حد ممتاز بيقول نتقاسم خبز محبتنا. طب ليه؟ لأنه يوحي بالمشاركة في الحب والعطاء. طيب الحب عطاء ولا الحب إحساس؟ سمع حد ممتاز بيقول الحب عطاء. طب ليه يا أولاد؟ لأن الإحساس وحده لا يكفي، بل لابد أن يقترن الحب بالعطاء، لابد أن يقترن الحب بالعطاء. طيب وبكده يا أولاد نكون انتهينا من النص، أرجو أن تكونوا قد استفدتم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.